دكتور سماح، قبل ما ننتقل للأشعار كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة فيما يتعلق بالكتاب. يعني هل حضرتك حكيتي عن بعض النماذج اللي كانت متمصرة أو يعني عاشوا في مصر لفترة، مثلا زي كافاكس، وفي بعض آخر كانوا عايشين في اليونان، هل في ثمة ما يميز ما بين الاثنين، أو يعني إيه طبيعة التميز والاختلاف بين الاثنين، بين مثلا المتمصرين أو اللي عاشوا في أماكن أخرى واللي كانوا فضلوا يعني لوقت أطول في دولهم، مثلا في الدولة اليونانية نفسها ما غادروهاش أو ما انتقلوش لمنطقة تانية، هل في اختلافات ولا أو يعني إيه نوعية الاختلاف؟ هو احنا لو بصينا هنلاقي ان كافافوس من الناس اللي عاشت في مصر، بالتحديد في اسكندريه. ستراتيس تسيركس عاش في مصر، عاش في اسكندريه، عاش في اليونان، بس كافافوس اكتر واحد عاش في اسكندريه منهم. بينلوبي زيتا عاشت في اسكندريه برضو، ما بين اسكندريه واليونان. اللي عاشوا في مجتمع شرقي او ما بين او في مجتمع زي مصر واسكندريه، القاهره واسكندريه، اتاثروا اكتر بالحياه وبطبيعه الجو وطبيعه الحياه المصريه، وقدروا ان هم يعيشوا الاحداث اللي هي كانت مسيطره في الوقت ده، سواء احداث سياسيه او اجتماعيه، حتى الطقس وحاله الطقس، حتى الاعياد. يعني كبابس عنده قصيده بتتكلم عن عنوانها شم النسيم، بتتكلم عن عيد شم النسيم. اللي عايش جوه مصر او اللي عايش جوه الكيان الشرقي المصري في اسكندريه وفي القاهره قدر ان هو يتاثر بده في اعماله. استراتيجيه السيركس مع انه برضه ما عاش كتير، الا انه هو عايش في القاهره وحتى اشتغل في وظيفه يعني البنك الاهلي المصري، اشتغل هناك، فتاثر بالاحداث اللي كانت حاصله بتاعه الحرب العالميه، وصفها في الروايه بتاعته، خصص لكل بلد جزء. يعني يتكلم عن اسكندريه في روايه، يتكلم عن القاهره في روايه، يتكلم عن اورشليم او القدس في روايه اخرى. هو لو ما كانش سافر وما كانش معاصر للاحداث دي، اكيد ما كانش ده هيأثر فيه التاثير اللي يخليه يحس قوي بالمجتمع اللي هو جواه ويكتب عنه روايه. هي فائده الاعمال دي انك بتبقى متاثر بالمكان اللي انت بتكتب عنه اكتر من ان انت تبقى بتكتب وانت مش عايش وسط الاجواء بتاعه المكان ده.